اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم بدايه حل. اهلا بيك يا باشمهندسه رانيا. اهلا وسهلا منورانا النهارده. ده نورك نورك يا دكتوره. منورنا استاذ محمد. ربنا يكرمك. ده نورك والله. معانا النهارده الباشمهندسه رانيا زناتي والاستاذ محمد زناتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. النهارده بقى جايبين الباشمهندسه رانيا استاذ محمد عشان نتعرف على العمله الجديده ونتكلم. سبق وتكلمنا انا وحضرتك عن العمله الجديده. ايوه تمام. فالناس يعني عايزه تفهم اكتر. هنقول حوالي 20% اللي فاهم العمله الجديده. في 80% لسه مش عارف. الاول هنتعرف بحضرتك وبعد كده هنبدا الاسئله. اوكي ماشي. انا مهندسه رانيا زناتي، خريجه هندسه ملوف 2005. اتخرجت اشتغلت فترة في الصين أجهزة طبية، وبعد كده تزوجت، وبعد كده سافرت السعودية فترة. اشتغلت هناك، كنت بدي كورسات رياضة كلية، وبعدين نزلت مصر استقريت. وكان شغلي الشاغل ان انا اعمل مشروع يفيد شباب المهندسين، لان انا عارفة ان المستقبل مش في الوظيفة. انا المستقبل بالنسبة لي ان انا اعمل مشروع هو ده اللي يحقق لي هدفي، لان واتيفر اللي هاخده الراتب اللي انا هاخده من الوظيفة مش هي كفي الطموحات اللي انا حطها في دماغي. فعشان كده كنت دايما بدور على مشروع، دورت على مشروع واثنين وثلاثه واربعه واكتر، لحد ما بالصدفه اتعرض عليا المشروع دوت اللي هو البيتكوين، وان انا استثمر فيه. لقيت فيه مميزات رهيبه، عشان كده انا بدات فيه وبنصح الناس ان هي تبتدي في العمله دي. اهلا بك يا باشمهندس. اهلا بك. نتعرف على الاستاذ محمد. محمد اشرف محمد، رابعه كليه تجاره جامعه عين شمس، بكالوريوس السنه دي ان شاء الله. انا اصلا الموضوع ده اتعرض عليا من حوالي 4 سنين، بس كان من شخص بره مصر. فالفكره كلها هنا ان انا كنت قلقان شويه ان انا هبعت فلوسي لشخص بره مصر. فالموضوع بتاع البيتكوين ده، انا لما فكرت ان انا هضطر ان انا ابعت الفلوس بتاعتي بره مصر، فطبعا هيبقى في ريسك ان انا ببعتها لحد انا ما اعرفوش. بس نتعرف بقى عن العمله الجديده معاك يا باشمهندس. طيب اوكي. العملة الجديدة هي البيتكوين، هي عملة مشفرة، هي تطور للعملات. الناس كانت زمان بتشتغل بالمقايضة، بعد المقايضة ظهر اللي هي العملات الكوينات الذهب والفضة، بعد كده ظهر البنوك اللي هم خدوا كل الذهب وطبعوا على أساسه بقى جنيهات ودولارات ويوروز، وبعد كده ظهر بقى الخدمة الإلكترونيك ماني اللي هو أبعت لك فلوس من موبايل لموبايل، وبعد كده ظهر الكريبتو كورنسي او العملات المشفره. العمله دي طبعا هي اكبر واقدم عمله اللي هي البيتكوين. البيتكوين دي طبعا اخترعها واحد اسمه ساتوشي ناكاموتو، وعمل من العمله دي. هي بقى لها كام سنه؟ هي من 2008 2009. من 2008 2009. العمله دي طبعا عمل منها، بس اللي اخترعها ساتوشي ناكاموتو، وعمل منها 21 مليون بيتكوين، وخلى الواحد بيتكوين فيه 100 مليون ساتوشي، وكلمة ساتوشي على اسم اللي اخترعه اسمه ساتوشي ناكاموتو. هي تطور العملات، هي مستقبل العملات، هي الديجيتال جولد، واتيفر اللي بيسموها، بس هو التطور اللي احنا لازم كلنا نتجه ليه، ولازم كلنا نعرفه اكتر واكتر واكتر. استاذ محمد، انت بتقول ان انت لسه طالب. بالظبط كده. بالظبط كده. طيب ازاي بقى اقتنعت؟ اقتنعت بايه بالظبط؟ بالفكره. بصي اقول لك، هقول لك، هتكلم بس في النقطه الاول. انا زي كتير من الشباب حبيت ان انا طبعا ادور في الاول على وظيفه او على شغل طبعا يكون مرتبه كبير، بس اكتشفت برضو مهما كان ان الوظيفه بيبقى ليها سقف. تمام. مش هقدر ان انا مهما كان ان انا هوصل او ان انا احقق احلامي، او في يوم من الايام ان انا هعمل الحاجات اللي انا نفسي اعملها. ففكرت بطريقه ثانيه، قلت طب اعمل المشاريع الخاصه او ادور على مشروع خاص. بدات في الاول ان انا اعمل بحث عن المشاريع، وعملت دراسه جدوى لكذا مشروع برضو، بس في النهايه قلت طب ما المشاريع دي اتكررت قبل كده، انا عايز ادور على حاجه مطرقعه، فكره جديده، حاجه ما يكونش في حد عملها قبل كده. فقعدت ادور لحد لما من فتره كبيره شويه، من حوالي 3 سنين، سمعت على الموضوع بتاع البيتكوين. فقلت طب ماشي نبدا فيه. انا شفت ان الموضوع ده اصلا قدام هيبقى متطور، لان الدنيا كلها دلوقتي بتتطور، مفيش حاجه بتفضل على حالها، كل حاجه حوالينا بتتطور. فقلت لازم انا اواكب العصر، زي ما كل حاجه بتتطور لازم برضو انا نفسي اطور من نفسي واحاول ان انا اتطور. بس برضو من حوالي 3 سنين العمله دي ما كانتش معروفه قوي، يعني بالنسبه لمصر، لما او في مصر لما تيجي تتكلم عن حد او تقول له انا
شغال في البيتكوين او انا مستثمر في البيتكوين، يقول لك ايه البيتكوين دي؟ عمله رقميه غير ملموسه. كان بيستغرب حاجه غير ملموسه، حد يشتري حاجه غير ملموسه. فدي الناس يعني انا او مش الناس، انا نفسي اصلا استغربت، قلت انا هشتري حاجه غير ملموسه؟ هو صح الدنيا بتتطور بس برضه خفت في الاول وقلقت، ما رضيتش ان انا اخش بيها. يعني تفتكر حضرتك دلوقتي الوضع اختلف؟ طبعا الوضع اختلف دلوقتي. انا في مصر كنت مفاجئ، كنت بشتري حاجه اونلاين، فوجئت الشخص اللي بيراسلني اونلاين ده بيقول لي تحب تدفع كاش ولا تدفع بالبيتكوين. فانا فوجئت، لقيت الدنيا اصلا بتتطور في الموضوع. هنا في مصر في ناس بتبيع عربياتها بالبيتكوين، ناس بتبيع شقق بالبيتكوين، دكاتره اسنان كمان الموضوع متطور جدا. كتير بنسمع عن الفيزا، عن الكاش، فودافون كاش، عن كده. اول مره بقى نسمع عن البيتكوين. طيب حضرتك بقى عايزين ناخد فكره، يعني ايه الفرق ما بين المستقبل والحاضر؟ طيب بالنسبه للبيتكوين، هل هو مستقبل العملات ولا هو الحاضر؟ لو انا بتكلم هنا في مصر هقول لك هو هنا بالنسبه لنا هو المستقبل. صحيح في زي ما محمد قال ان في دكاتره بتستخدمه، في مطرب مشهور فتح كافيتيريا بيقبل البيتكوين في الدفع، في زي ما قال برضو الناس اللي بتبيع منتجات على النت عن طريق البيتكوين، يقول لك انت عايز كاش ولا بيتكوين. بس هنقول لسه برضو 20% يعني ده بالظبط، عشان كده بالنسبه لنا هو المستقبل معروف عند 20%. عايزين بقى احنا نوصل المعلومه لل 80% اللي فاضلين. اما 80% بقى لما نطلع بقى بره مصر هنشوف ان هو بره مصر 99% من الناس بتستخدم البيتكوين. يعني انت مثلا لو انت في نيوزيلندا وشغاله موظفه هناك، الراتب بتاعك بينزل لك بالبيتكوين. ما هو بره مصر حضرتك بتقولي 99%، احنا بنتكلم على جوه مصر. جوه مصر هو بالنسبه لنا المستقبل، الصوره اللي هتجيلنا بعد كده اللي هو اللي موجود بره. ايه بقى اللي هو موجود بره؟ ان بره الموظفين بياخدوا الرواتب بتاعتهم بالبيتكوين. في مطاعم كتير عالميه، مش المطاعم السهله لا، اللي هي مش عايزه اقول اسمها على الهوا، بس المطاعم العالميه بتقبل البيتكوين. في محلات ذهب في الامارات بتشتري ذهب بالبيتكوين. الجامعات بره مصر بتقبل البيتكوين. في مسجد في لندن بيقبل الزكاه بالبيتكوين. يعني انا لو انا عايشه في لندن ومثلا عايزه اطلع زكاه الفطر ممكن اطلعها بالبيتكوين. فانت ممكن تاكلي وتشربي وتروحي سينما وتحجزي فنادق وتركبي طيارات وكل ده بالبيتكوين. فهو بالنسبه بره مصر ما هوش المستقبل، ده الواقع اللي موجود. فهو بالنسبه بره واقع، انما ده اللي هيجي لنا قريب بعيد، هو ده اللي هيجي لحد ما تلاقي البقال اللي تحت البيت يقول لك عايز تشتري شيبسي والبيتكوين. كمان الشيبسي بقى لا ده المرحله اللي جايه. المرحله اللي جايه ان شاء الله. عايز اقول لك ان المرحله اللي جايه بقى الاجيال الجديده ان شاء الله. ده اللي موجود بره اصلا دلوقتي. احنا بنتكلم دلوقتي في مصر. انا عارفه ان بره مصر كل حاجه متطوره، في تطورات. احنا بنتكلم ان احنا عايزين نطور من مصر برضو، ان يبقى كل حاجه عندها متاحه. هو النهارده لما بنيجي نقنع حد بالعمله دي قليل اللي بيقتنع. حضرتك بتشتغلي في العمله. طيب لما بتيجي تقتنعي، يعني انت لو بتتكلمي مع 10 ممكن واحد من العشرة اللي يقتنع. ده كان زمان. كان زمان. كان زمان. انما دلوقتي لا، الناس بقت فكرها واعي، اعلاميين كتير اتكلموا عنها، الدنيا اتطورت جدا. مش زي زمان. يعني انا لو من سنه بقى في فكره فعلا دلوقتي عن زمان. انا كنت بكلم الناس واحد يقول لي ده سمك في ميه، انت عايزاني اشتري صيف سمك في ميه؟ بس دلوقتي لا، الموضوع مختلف تماما. مش عشان ان هي حاجه مش ملموسه فهي سمك في ميه، لا ده ليها قيمه عاليه. حضرتك استاذ محمد بتشتغل مع الباشمهندس رنا. بالظبط كده. عارف توفق ما بين الدراسه وما بين الشغل؟ بصي اقول لحضرتك على حاجه، المجال ده اصلا حتى ما بيحتاجش مجهود كبير. كل حاجه اصلا بتبقى على الانترنت، مش محتاج ان انا لازم افضي نفسي من 8 الصبح لحد الساعه 5 زي الوظيفه. لا بالعكس، انا في اي وقت انا فاضي فيه ساعه حتى في اليوم، وانا فعلا بنفذ الكلام ده، ساعه حتى في اليوم بعد مذاكرتي مثلا او بعد الجامعه بتاعتي بخش على الانترنت وبثقف نفسي اكتر واكتر واعرف التطورات او الجديد اللي حصل في الموضوع بتاع العملات الرقميه دي. انت حضرتك بقى لك كام سنه في الموضوع ده؟ سنه ونص. تمام. زي الباشمهندسه سنه ونص. صح شويه قبليه ريش شويه صغيرين. عندك معلومات اكتر؟ كلنا بنبحث في موضوع كله مجال جديد، ومحمد على فكره في يعني تطور نفسه عندي في حاجات كتير. يعني هو بيعرف يعمل حاجات انا ما بعرفش اعملها. يعني في يعرف يعمل تداول على منصات، ده بالنسبه لي لا انا بتعلم منه. لو انا عايزه اشتري حاجه ولا محمد اعمل لي عايزه اشتري عمله جديده كذا، هو اللي بيعمل لي القصه دي. بس هو محمد بيشتغل على نفسه جامد جدا، وانا فخوره جدا بمحمد، يعني من احسن الناس اللي انا اشتغلت معاهم. ربنا يكرمك. استاذ محمد، انت حاسس ان انت عملت لنفسك مستقبل؟ اكيد طبعا.
اكيد اكيد طبعا. بص اقول لك معاك كام؟ طيب بص لا هرد على السؤال ده بسؤال تاني. انت معاكي كام؟ ايوه انا لسه لا معاك كام مصري؟ كام مصري؟ اللهم لا خمس. انا معايا 5000 جنيه. حلوين صح؟ انا بقى ما اقدرش اتكلم. 500 جنيه و5 جنيه. 5 جنيه؟ لا ايه الدقه دي؟ لا دقه. بس انا هقول لك على حاجه انت تقولي براحتك، لكن انا ما اتكلمش عن الحاجات اللي انا حققتها لان الحاجات دي برده بتبقى بتاعتي انا، فانا مش حابب ان حد يعرف الخصوصيات بتاعتي دي. تمام؟ القصه كلها في الموضوع بالظبط دي بقى بالذات دي ما انت عارفه يعني. في حاجه كمان عايزه حابب ان انا اتكلم فيها بخصوص النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها اللي هو موضوع التطور. انا حبيت ان انا اطور من نفسي اصلا، يعني حبيت ان انا مش عايزه ابقى زي ما انا، لا عايز ان انا بدل ما لقيت فكره جديده مترقعه زي ما بيقولوا او فكره بره الصندوق، حبيت ان انا اخش في الكلام ده بمعنى اصح وادوس بنزين واجيب اخر الموضوع ده. حبيت ان انا دايما اقرا كتير في المجال ده واثقف في نفسي. ما فيش حاجه اسمها يوم يعدي عليا من غير ما اقرا حتى خبر او مجله، لازم ان انا دايما اطور من نفسي. القصه كلها هنا ان احنا لازم نطور من نفسينا. انا صح زي ما حضرتك كنت بتقولي في اول حلقه ان انا لما لو جيت مثلا كلمت 10 اشخاص عن المجال ده، شخص واحد بس اللي بيصدق، الباقي بيقول لي لا ده حد يحط فلوسه في حاجه غير ملموسه. من ده هو المستقبل. احنا اصلا كمان من فتره كبيره كنا بنستعمله، احنا حاليا التليفونات مش بنستعملها او المكالمه اللي بتبقى ما بيننا وبين بعض بتبقى غير ملموسه. تقنع زملائك اكيد يعني طبعا في حد دخل معاك في الموضوع اكيد طبعا في ليا كذا زميل كذا شخص كذا زميل ليا دخل معايا في القصه دي وبرده كذا شخص رفض كتير الفكره كلها. في ناس ندمت بقى باشمهندسه بعد ما رفضوا او كتير ده طبعًا. في حد انا كلمته كنت مكلمه السنه اللي فاتت ايام ما كان البيتكوين ب 9000 دولار النهارده سعره 35000 دولار وهو في الاخر قال لي لا بصي انا هحط فلوسي هشتري ذهب ده في فتره كورونا والدنيا واقفه ومش عارفه وايه انا هشتري بالفلوس اللي معايا هشتري بيهم ذهب بالنسبه لي امن انا مش هشتري البيتكوين ده. السنه دي اما شاف الدنيا البيتكوين الناس كله بيتكلم عنه والاعلام والدنيا كلها بتتكلم عن البيتكوين ده قال لي يا ريتني بدات السنه اللي فاتت اللي هو دلوقتي كان بتسعه دلوقتي ب 35000 دولار. فتخيلي الكميه اللي هو اشتراها في الذهب لو كان حطها هنا ضعفت تقريبا 4 مرات في كام شهر في سنه واحده. فدي حاجه عاليه جدا حاجه عظيمه جدا وهو نفسه يقول لي انا ندمت ان انا ما بداتش السنه اللي فاتت. تعالوا خير. انا نفسي اصلا بدات متاخر حوالي 4 شهور قبل لما اقتنعت كمان بالفكره وخدت الخطوه دي فندمت بالاربع شهور دول بس على ما فكرت بالظبط قبل ما فكرت القصه كلها ان انا اخدت وقت كبير. مش مهندسه رانيا اللي عرضت عليك الموضوع؟ اكيد طبعا ولا حد من بره مصر؟ لا هو الموضوع اتعرض عليا زمان كان حد بره مصر بس انا ما دخلش معايا لان ما طبعا مش حق بالظبط شخص ما اعرفوش. لكن لما حد فعلا دخل ولقيت فيه الدنيا ماشيه معايا لا ليه ما ليه ما حسيت ان في امان شويه بالظبط صح كده. القصه كلها ان اي معنا اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي عايز اسال الاستاذ محمد اتفضل ممكن يقول لنا البدايه يعني في مصر عمل ايه عشان يبقى ديلر في البيتكوين يعني او العملات الرقميه عموما؟ هل بندخل على النت ونكتب كده عايزين نشتري بيتكوين ولا في طريق مختصر؟ ولو كان البيتكوين الواحده ب 35000 دولار وانا ما معيش الا 10000 مثلا دولار هيجيبوا يعني ربع بيتكوين بقى ولا ايه؟ ويعني هل في كسور من البيتكوين ولا لازم فيجر راوند فيجر وارقام يعني مش كسور؟ ويقول لنا برضو الريسك قد ايه؟ حاضر يا استاذ عمرو. تمام استاذ محمد هيرد على سؤالك. طب نبدا الاول باول جزئيه في السؤال كانت ازاي ان انا اشتري بيتكوين. طيب قصه ان انا احول الفلوس اللي موجوده في مصر او الجنيه المصري لبيتكوين في كذا طريقه. اول طريقه في فيزا دي نازله نقدر ان اي حد يحطها في اي مكان اي تي ام جوه مصر او بره مصر يقدر ان هو يحول الفلوس بتاعته من جنيه مصري الى او الدوله اللي هو فيها الى بيتكوين او اي عمله ثانيه. دي اول طريقه. تاني طريقه في مواقع اصلا على الانترنت زي جروبات الفيس دي برضو بيبقى فيها ناس عايزه تشتري او عايزه تبيع في البيتكوين. اي حد بيخش على الموقع ده يقدر ان هو يقابل اي حد او يتواصل مع اي حد عنده بيتكوين عايز ان هو يبيعه فهو بيقوم مقابله ويبعت له الفلوس ويقوم واخد البيتكوين. دي طريقه. في طريقه ثانيه بقى اصلا من ده كله في اصلا اي تي ام مخصصه للموضوع بتاع البيتكوين ده بس دي بره مصر دي مش موجوده في مصر. الاي تي ام دي مجرد بس ما انت بتفتح محفظتك لان البيتكوين ده اولا بيتحط في المحفظه. مجرد ما انا بعمل محفظه المحفظه بتاعتي البيتكوين
عشان احوله فيها بحط الاول بدخل الفلوس في الاي تي ام دي وبحط عنوان المحفظه بتاعتي وبعد كده الاي تي ام دي بتحول البيتكوين من الاي تي ام للمحفظه بتاعتي بس كده. دي اسهل طريقه ان انا بالظبط ان انا اقدر اشتري بالموضوع بتاع البيتكوين. قصه بقى ان انا بدات ازاي الاول خالص انا كنت بادئ في موضوع المايننج اللي هو التعدين. التعدين ده قصه ثانيه برضو او طريقه بمعنى اصح طريقه من طرق ازاي ان انا اكسب البيتكوين. التعدين ده زي جهاز كده كمبيوتر بيقدر ان هو ينتج بيتكوين او بينتج بيتكوين بمعدلات محدده او بمعدلات معينه. الجهاز طبعا ما ينفعش ان انا اجيبه في عندي في البيت فاضطريت ان انا اشارك مثلا شركه او اشتري شير من شركه. فبالطريقه دي قدرت ان انا استفيد من موضوع المايننج. الطريقه الثالثه بقى سوري الطريقه الثانيه بقى دي اللي انا استفدت بيها قدام شويه اللي هو انا جبت شويه مثلا من عمله وخزنتهم وبعد فتره العمله دي سعرها زاد فانا كسبت عن طريق الموضوع ده. الطريقه بقى الثالثه ان انا اشتريت برده شويه من عمله بس اول لما طلعت عملت معنى صح اللي هو عمليه التريدنج. اول لما طلعت بعت اول لما نزلت العمله سعرها نزل اشتريت اول لما العمله سعرها يطلع بعت. دي الطريقه الثالثه بس الطريقه دي بتبقى بمعنى صح بتبقى على الشورت تيرم او فتره صغيره. الطريقه الثانيه اللي انا قلتها بكده اللي هي بتاعه التخزين دي بتبقى على المدى البعيد اللي هو مثلا سنه 2 3 كده. لكن على المدى القريب اضطريت ان انا اتجه للموضوع بتاع التريدنج. وهل هو يقدر يشتري مثلا نص بيتكوين ربع بيتكوين بص هو حضرتك البيتكوين هو بيقول لك ان هو معاه 10,000 دولار تمام وعايز يبدا يقدر طبعا صح تمام. هي القصه بص الفكره كلها ان البيتكوين ده مش طيب حضرتك احنا دلوقتي لما انا عايز افتح حساب في البنك بروح بنك الاهلي بنك مصر بالزبط. بنك القاهره صح في البريد نفس الحكايه يعني بروح لفرع من البريد بالزبط. طيب هو دلوقتي عايز يعرف هو يبدا ازاي في مكان معين ان هو يبدا منه. اولا هو بيفتح محفظه زي ما محمد قال في محافظ كتير بس اشهر محفظه منهم هي البلوك تشين وهي اكتر واحده امان اوكي تمام. بعد ما يفتح المحفظه بيشتري البيتكوين باي طريقه. مش مهندسه انا عارفه ان هو هيفتح محفظه هو احنا عايزين نسهلها للناس اكتر. هيفتح ازاي صح كده تمام بس الطريق كله عن طريق الانترنت الانترنت مجرد بس ما بيكتب البلوك كلمه بلوك تشين بيفتح الموقع بتاع البلوك تشين بيعمل عليه محفظه. وفي طبعا محافظ كتير جدا غير الموضوع بتاع البلوك تشين بس اشهرهم هي البلوك تشين لان اكتر محفظه سكيور. تمام مفيش شخص ان هو يتواصل معاه يعني هو لما يتواصل مع شخص بيبقى فيه امان اكتر. انا اقول لك حاجه انا هحط نفسي مكانه وما يعرفش اي شخص وهو ما يعرفش يتواصل معنا وعايز يبتدي في الموضوع ده في مواقع كتير مشهوره عالميا هيدخل على الموقع ده يقول مثلا انا عايز اشتري ب 10,000 دولار بيتكوين هيطلع له ناس كتير قوي عرضله الموضوع ده تمام هيلاقي مثلا فيهم شخص مثلا دكتوره منى منى عندها بيتكوينز وعايزاها تبيعها فهو اختار دكتوره منى وفي الموقع قال ان دكتوره منى عملت 10 تحويلات العشر تمام. تحويلات دول الناس اللي حاولوا منهم او اشتروا من دكتوره منى قالوا ان هي دكتوره منى ثقه دكتوره منى امان فعلا حاولنا لها كذا مره وادينا الراي اللي هو الفيدباك ان هي تمام بالنسبه لنا فانا بالنسبه لي دكتوره منى هو دي اللي هشتري منها البيتكوين. انا هكلم دكتوره منى يا دكتوره منى انا عايزه اشتري منك البيتكوين دي انت هتساليني بقى انت عايزه فلوسك فين تمام انا هقول لك انت عندك حساب فين هتقولي مثلا انا عندي حساب في السي اي بي سوري اي بنك بقى او اي حساب انا اروح البنك تمام واحط لك ال 10,000 دولار في الحساب بتاعك وانت في اللحظه دي معاكي البيتكوين ومعاكي الفلوس تمام حبيتي بقى تضحكي عليا ايه اللي هيحصل انا كورانيو هروح موقع البنك وهيبقى معايا الريسيت او الوصل ان انا دفعت لك 10,000 جنيه فانت وانس تقولي ان انت ما بعتليش انا هبعت الوصل ده للموقع والموقع بيتوصل بالبنك ويتاكد ان الوصل ده حقيقي ومش مزور في اللحظه ديت هياخد البيتكوين من على الكلاود ويدهاني ويعمل لك بلوك ممنوع ان انت تدخلي الموقع ده تاني فعشان كده الموقع ده فيه امان عالي وناس كتير بدات تستخدمه تمام الموقع ده اسمه لوكال بيتكوين وده اشهر موقع من مواقع ان انت تشتري فيه مواقع كتير جدا وفي طرق تانيه كتير عشان تشتري منها او طرق تانية تقدري تشتري بيها بيتكوينز. نرجع للاستاذ محمد نرجع تاني لموضوعنا يا استاذ محمد تمام عايزين نفهم اكتر منك تفهمي البيتكوين بالظبط صح كده انا النهارده عايزه اشترك
ومقلقة وانت بتقنعني. طيب اولا انت مقلقة يعني خايفة. ايوه طبعا يعني خايفة تبدأي دي فلوس. بالظبط. بص قصة الخوف اي حد لما يبقى داخل على موضوع جديد حتى شغل جديد حتى رايح داخل انترفيو جديد لازم يبقى خايف. بالظبط. القصة كلها ان احنا ما ناخدش الخوف ده يبقى سبب ان احنا ما نعملش الخطوة دي. تمام. بالظبط. هي الفكرة كلها ان انا ما اخافش. طالما انا خايف انا مش هحقق حلمي. طالما انا خايف انا مش هقدر ان انا ابدا في المجال ده او اعمل اي حاجة اصلا انا نفسي اعملها. تمام. لازم قصة الخوف ده حتى تختلف ما بين شخص واخر. بالظبط. في ناس الخوف بيقدر انه يتغلب عليها وفي ناس تانية لا ما تقدرش ان الخوف دي. لا وكمان الشخص اللي هيقنعني. الشخص نفسه بالظبط. الشخص ممكن اقعد مع شخص يطمني واحس بالامان معاه. بالظبط. هو اللي بيطمنك. هو مجرد انه بيساعدك ان انت تعدي مرحله الخوف. برضو هنلف ونرجع للمحور بتاع الخوف. الخوف ده هو سبب حاجات كتير جدا في حياتنا. احنا ما كنا ندمانين او احنا كنا عايزين نبدا في اي حاجه حتى مش شرط المجال ده اي حاجه ثانيه بره المجال ده كنا بنخاف ان احنا نبدا فيها او حتى مشروع كنا عايزين نعمله خوفنا ان احنا ناخد ريسك. طالما انا ما خدتش الريسك وما بداتش يبقى انا خسرت. تمام. انا مش معنى كده ان انا ما اكسبش لا انا كده خسرت فرصه كانت ممكن تخليني اكسب ملايين عشان خاطر انا كنت خايف بس. تمام. والمشكله كمان الواحد يخليه واقف مكاني. يعني انا لو انا واقفه مكاني انا مش كده مش واقفه مكاني ده انا برجع ورا بسرعه. اقرب طريق ان انت ترجع ورا ان انت تخليك واقف مكانك. شوف الدنيا كلها بتتطور. الناس كلها رايحه للكريبتو. الناس كلها رايحه للانترنت. الناس كلها يعني حتى الناس المحاضرات في فتره الكورونا دي الناس الدكاتره والمدرسين واللي بيدوا ولادهم دروس بيدوهم ازاي؟ عن طريق برامج كتير مشهوره زي برنامج زوم. برنامج الزوم ده عمل مكاسب رهيبه في فتره الكورونا. فعلا. ليه ناس كتير بدات تستخدمه. مش معقول هخليني لا انا ابني لازم يتعلم قدامه المدرس وفي الفصل. لا حتى لازم في تطور انا الحق بيه. لو ما لحقتش بيه هرجع لورا. امثله دي زي ايه؟ زي شركه كودك. الشركه دي بتاعه التصوير كاميرات تصوير. كاميرات تصوير. الشركه دي كان ليها 85% من الماركت شير 170 الف موظف. هل تسمع عنها دلوقتي؟ لا مش عايزه تتطور خايفه تتطور. دلوقتي موبايلات فيها كاميرات في كاميرات ديجيتال وهي واقفه لا انا عايزه اجيب الفيلم واحمضه وهو ده خليكي واقفه مكانك وبترجعي. ودلوقتي ما حدش اصلا يسمع عن شركه كودك. فلازم في تطور امشي فيه اطور نفسي اجري فيه ما خلينيش واقفه مكاني. يعني الواحد يحسبها ان هي خطوه من ضمن الخطوات اللي بياخدها في حياته. المفروض صح كده؟ المفروض. يا صابت ان شاء الله تصيب. يعني ان شاء الله. يا صابت يا صابت يا صابت يا صابت يا صابت يا صابت الثلاثه صابت يعني. معنا ام ايه. الو ازيك يا دكتوره؟ الو ازيك يا حبيبتي قلبي عامله ايه؟ عامله ايه وحشانا والله. حبيبتي تسلمي لي يا رب. اخبارك ايه؟ تمام والله وحشانا. تسلمي لي يا حبيبه قلبي. عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله والله بخير. انت اللي عامله ايه وايه عامله ايه؟ تمام والله. الحمد لله. ازيك يا استاذه رانيا؟ الحمد لله زي الفل. عامله ايه؟ كويسه بخير. احمد منورين الشاشه والله. ربنا يكرمك. طيب ممكن تعرفينا اكتر على العمله الجديده دي؟ حاضر. مش مشكله. حاضر. شكرا يا مؤية. عرفتي بقى ان في ناس متابعانا وبرضه عايزين يعرفوا اكتر. اوكي. فالناس عايزين تعرف يعني ايه بيتكوين. هي عمله ما بتتمسكش في الايد. عمله مشفره بتشتريها عبر الانترنت. تقدر تتسوق بيها تشتري بيها تعمل كل حاجه بيها. ايه تبتدي ازاي؟ مش مهندسه رانيا معلش ليه هنسموها العمله الجديده؟ عشان هي اجدد حاجه فعلا طلعت. يعني هو تمام. قبل حاجه كان في فلوس كان في مقايضه كان في مش عارفه ده بده هو ده التطور. تمام. فعشان كده هي عمله جديده. هي عمله جديده بالنسبه لنا احنا انما بالنسبه للعالم لا الموضوع منتشر وده بياكلوا ويشربوا لدرجه ان في بره شحات بيشحت بالبيتكوين. راجل قاعد كده هومليس ما عندوش مأوى قاعد حاطط كرتونه وكاتب رقم المحفظه الالكترونيه بتاعته وبيشحت بالبيتكوين. تخيلي وصلت لفين. يعني الشحات بيشحت بالبيتكوين. مش هقول لك دكتور ده مهندس زي ما مش حد غني قوي. والله. فهو التطور حتى الشحاتين بيطوروا نفسهم. احنا مش هنطور نفسنا. لا لازم نتطور. لازم نبتدي في العمله الجديده ولازم نفكر نكسب منها. لو عايزين معلومات اكتر دوروا على اقرب حد بدا في الموضوع ده. تمام.
في الدراما المصريه هنا في برنامج مسلسل بميت وش اسر ياسين اتكلم عن البيتكوين في مشهد معين من المشاهد، ده معناه ان حتى دخل الدراما المصريه. ناس اعلاميين كتير اتكلموا عن البيتكوين وازاي ان هو وصل ل 18000 دولار، انا عايز اقول له وصل 35000 دولار. في حاجه برضو يا باشمهندسه في نفسنا شويه، يعني انا ممكن اسال الباشمهندسه رانيا تمام وتبقى هي كسبت وكده، بس هي عايزه توقفني مكاني تقول لي لا ده موضوع فاشل ما تدخليش الموضوع ده. بنقابل كده اكيد طبعا، بنقابل كتير، ده حقيقي ده موجود. اه يعني حضرتك بتقولي يسال اقرب حد له دخل، لا يعني ممكن اقرب حد له للاسف هو اللي يوقفه. يا سيدي تعالى اتواصل معايا او اتواصل مع محمد. لا انا بنقول حاجه برضو عشان تبقى معلومه، لان النهارده النجاح بيبقى ليه منافسين كتير. بس احنا معانا في الشغل بتاعنا، انا شخصيا بتمنى اللي معايا يشتغلوا، ببقى فرحانه قوي لما الناس اللي بدات معايا تشتغل حضرتك ناس اكتر. الو مساء الخير. مساء الخير يا كابتن، اخبارك ايه؟ منورين. الف مليون سلام عليك يا كابتن. الله يسلمك يا دكتور. كابتن عمرو محروس، اهلا وسهلا. الف مليون سلام على الحادث اللي حضرتك اصبت بيه، وان شاء الله ترجع لنا بالف سلام. الحمد لله والله بخير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ممكن نشارك كده معاكم كده في السؤال بسيط كده للمشمهندس؟ طبعا تنورنا يا كابتن. طبعا والله هي القصه كلها في البدايه، بس عايزين شرح يعني بسيط، علشان يعني انا دلوقتي مثلا اقتنعت بالفكره وبالعمله تمام، كلنا متدخلين ذهب وفلوس وكده، ازاي نبدا في المشاركه في البيتكوين؟ يعني ازاي البدايه بقى؟ تمام يا كابتن ماشي اوكي. شكرا يا كابتن. شكرا. شفتي نفسي برضو السؤال، يعني الاسئله كلها مقاربه لبعضها تمام، ازاي ابدا؟ طيب هتبدا مع المهندسه رانيا بس. سهله. سؤال. اولا عشان نعرف ازاي نبدا، نعرف الناس اللي بتكسب من البيتكوين بتكسب ازاي. اوكي في ناس بتكسب من البيتكوين ان هي تشتري بيتكوين تخزنه وتبيعه. لو عايز تدخل في القصه ديت ان انت تشتري بيتكوين وتخزنه وتبيعه، اوكي قلت لك نفس الطريقه السؤال اللي قبل كده، اعمل محفظه اشتري بيتكوين، مش حتى من عن طريقنا، عن طريق مثلا مواقع زي لوكال بيتكوين. انت كده اشتريت بيتكوين، استنى عليه، هو دلوقتي 35000 دولار. تيم درابرز قال ان هو ممكن يوصل ل 250000 دولار، في حد توقع انه يوصل لمليون دولار في الكام سنه اللي جايين. فانت كده اشتريته خزنته بعته، دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا ممكن اكسب برضو من العملات المشفره او ان انا ابتدي فيها، اللي هو التريدنج. بس انا شخصيا ما بنصحش حد بيها. ليه؟ التريدنج عندنا في العملات المشفره مش عمله، ده عندنا اكتر من 7000 عمله مشفره، بس اعلى واكبر واحده فيهم هي البيتكوين. فانا بنصح الناس لو انت عايز تبتدي في التريدنج يعني تكون عندك خبره كبيره جدا، يكون عندك اعصاب حديد، ما تخسرش تكسر الترابيزه، ما تعملش كارثه، لان دي في لحظه معينه ممكن تخسر كميه كبيره جدا من الفلوس، والاكيد اكيد بعد الشر ممكن تخسر صحتك. فدي طريقه ريسكي قوي 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 او فيها مخاطره قوي. ثالث طريقه ممكن برضو انا اكون فاتحه اي مشروع، فاتحه كافيه، فاتحه اي مشروع انا عايزاه، زي اللي كان بيبيع التيشيرت من على النت ده، هي بتبيع بس بتاخد بيتكوينز. عايز يبيع عربيه بيبيعها ببيتكوين. اللي فاتح مطرب مشهور هنا فاتح كافيتيريا بتعمل فيها اعياد ميلاد وكافيهات وي وي وي، بيقبل بيتكوينز وكده دخل له بيتكوينز. دي طريقه برضو اكسب منها. رابع طريقه في ان هو التعدين، بس التعدين دي قصه كبيره جدا جدا ما تتحكيش على الهواء، بس هي هندسيه شويه وانا داخله في جزء من جزء التعدين ده، بس برضو جربت حاجه ثانيه مخصوص علشان التعدين. اوكي عايزين من حضرتك كلمه كده قبل ما نختم. انا بنصح اي حد او كل الشباب انها تبدا، مش شرط في البيتكوين او العملات الرقميه، لا تبدا في اي حاجه هي حابه انها تعملها، ما تخافش. تمام. لازم تعدي مرحله الخوف بتاعها، لازم ما تبقاش خايفه، ما تبقاش علينا، لان طول ما هو خايف، طول ما هو عمره ما هياخد خبره في الحياه، او عمره ما يكتسب خبره، او عمره ما يكسب بمعنى اصح، او يبقى حاجه. بس شكرا يا استاذ محمد، بنشكر حضرتك على الحلقه الجميله النهارده. عفوا. بنشكرك يا باشمهندسه رانيا. شكرا ليك. اعزائي المشاهدين، هنشوف تقرير مع الزميل احمد شاكر ونرجع لكم تاني.
أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بداية حل. النهاردة هنتكلم عن ملحمة من ملاحم الشخصية المصرية في الخارج، مشكلة الشاب إسلام محسن اللي تم سجنه بسبب دين، وقام بعض الشباب العاملين بالخارج إلى تبني هذه القضية وسداد دينه ورجاعه لأهله. تعالوا نتعرفوا على القصة كاملة من خلال هذا التقرير. الحاجة سمعاني؟ مبروك يا حاجة، المبلغ اتسدد بالكامل الحمد لله. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد، الف حمد لك يا رب، الف حمد لك يا رب، الف حمد لك يا رب. مبروك يا حاجة. لا لا، الفضل لله وحده، ثم الناس اللي بره هم اللي وقفوا معايا يعني. مبروك، وان شاء الله تعالى اسلام هينزل على خير، واحنا مش هنسيبه باذن الله تعالى يكون هو موجود معاك في البيت باذن الله تعالى. الله يبارك فيك يا ابني، الله يبارك فيك. بامر الله يا حاج، بامر الله يا حاج، احنا مش عايزين غير سلامتك، مش عايزين غير سلامتك. سمعينا بس زغروطه حلوه كده، سمعينا بس زغروطه حلوه في فرحتك الجميله دي، وان شاء الله ان شاء الله خير. الله يخليك، انت دعواتك بس، دعواتك لكل الناس اللي بره هم اللي وقفوا معايا وهم اللي اثبتوا النهارده ان كلنا ايد واحده. طبعا الحديث النهارده هيكون عن قضيه المصري اسلام محسن وهو ابن محافظه الفيوم. اولا انا عايز اشكر كل الناس اللي شاركت معانا، عايز اشكر كل الناس اللي كانت قلوبها معانا في القضيه من البدايه وحتى النهايه. في تفاصيل كتير قوي ما لسه ما تم ذكرها، لكن انا هقول لكم النهارده على بعض التفاصيل يمكن جديده عليكم. في الحقيقه القضيه دي جت لنا من حوالي 3-4 شهور فاتوا، بدانا ان احنا نشتغل عليها، واكتشفنا بالفعل ان اسلام للاسف الشديد كان عامل حادث سياره وهو ماشي على الطريق مع احد الاشخاص من الجنسيه العربيه. نزل الشخص الثاني، حصلت بينهم مشادة كلامية، الشخص الثاني مد ايده على اسلام، حصلت بينهم مضاربة. الشخص الثاني اثبت بالتقارير الطبية انه في اصابات متعددة في جسمه واصابات تعيقه عن العمل لفترة طويلة، قدم بكده تقارير للجهات المختصة السعودية، وبالفعل اتحكم على اسلام بسنة سجن و100 جلدة ودفع مبلغ وقيمته 442 الف ريال، ما يقارب من 2 مليون جنيه مصري، وهي عبارة عن تعويض للشخص ده على الاضرار اللي وقعت ليه. في الحقيقة لما جات لنا الموضوع ده قعدنا اللي احنا نفكر فيه مرة واثنين وثلاثة، وبدأنا اللي احنا نحاول نتواصل مع الطرف الثاني، نحاول اللي احنا نتدخل بأي صورة ودية بتخفيض المبلغ بإلغائه بأي طرق، لكن كل الأمور دي قبلت بالرفض التام. حاولنا بعدها المرحلة اللي بعدها اللي احنا نتدخل بصفة قانونية، اللي احنا نحاول نعمل إعادة حكم للمحكمة أو نعمل حاجة اسمها استئناف للحكم، لكن للأسف كان مر عليه فترة طويلة وسقط حق اسلام في وقتها في عمل الاستئناف على القضيه، واصبحنا قدام امر واقع وهو في مصري مسجون، والمصري ده مش هيخرج من الحجز بتاعه الا بعد ما تنفيذ كامل العقوبه وهي 100 جلده والمبلغ بالكامل والسنه سجن. طبعا اكتشفنا كمان ان اسلام ليه فتره طويله يعني عدت عليه السنه وسنتين وثلاثه وهو محتجز داخل السجن. بدأنا ان احنا نشتغل على ارض الواقع، جمعنا فريق كامل وبدأنا ان احنا اولا نعمل تحريات على اسرة اسلام داخل محافظة الفيوم، وبالفعل وجدنا الاسرة بسيطة جدا، واكتشفنا ان اسلام هو العائل الوحيد والدخل هو المختص بالدخل لاسرته وهو العائل الوحيد. اكتشفنا ان الاسرة اسرة بسيطة تقيم في محافظة الفيوم. على الفور بدأنا ان احنا نشتغل على الجزئيات اللي احنا نخاطب رجال الاعمال ونخاطب البنوك والشركات الكبيرة اللي هي في السعودية اللي هي تتولى الامور زي كده بدفع المبالغ الدية، لكن للأسف الشديد قبلنا بالرفض وقبلنا بالتأجيل. بدأنا بالتعاون مع الأستاذ إبراهيم صديقنا في محافظة جدة وبعض الأصدقاء في محافظة الفيوم وأحمد أبو غريب وأبو موسى، بدأنا إن احنا نكون فريق عمل حقيقي على أرض الواقع، وبدأنا إن احنا نشتغل، وبالفعل اتصلنا مشوار كبير قوي، وبدأنا إن احنا نركز على إن احنا نخليها قضية رأي عام، وبالفعل نجحنا إن احنا نوصل للناس الصورة كاملة. في التواصل والتيك توك أفرزت لنا مواهب كتيرة جدا في جميع المجالات. النهاردة بنلتقي مع أحد هذه المواهب اللي بتتمتع ب
قدرات عالية جدا في تجسيد الأدوار وتقليد الشخصيات. تعالوا نشوفوا هذه الموهبة. هفضل مستنيه ابن الحلال لحد امتى؟ انا عايزاه يجي وان شاء الله يكون ابن حرام، ابن 60 كلب. بس اتجوز، اتقيد في كادر المتجوزين، اتجوز لمده 24 ساعه، لمده 12 ساعه، لمده ربع ساعه. نفسي اتجوز يا رب. سعيده يا هوان. اقعدي يا شطره، اقعدي. اقعد لك الهنا والمنى والتعاديل والتفاريخ يا ست هاني. ده انت لتتة او ما تقعدي. اقعد على نفس عدوك الهم والغم والكابوس اللي انت تاخد دم. ازاي الصحه؟ الله يخليك. لا تجعل دخلتي عليكم هاديه ومهديه وناديه ومنديه وسرس مدهده وصاب اخضر. يسمع مني يا رب. ربتك انت ايه بلعه ساعه؟ سيبها يا نوح، دي باين عليها بنت حلال وعشريه. يحل عقدتك ويزهدل دنيتك ويسلك طريقك ويبل ريقك. الناس القمر يبانوا من وشهم. هو ابي العسل بيشر خال ولا بلاص المش بينضخ نوار؟ كنت بتشتغلي فين قبل كده؟ في بيت حسني به ابن نوار باشا. قعدنا مع بعض زي السمن والعسل 14 يوم لحد ما سيبنا بعض على حاجه فارغه. وايه الحاجه الفارغه؟ والله يا ست هانم شيء ما كانش يستحق. دخلت الهانم لقتني بغير للولد والبيه علشان ايدي مش فاضيه. واقف يصرح لي شعر. واقف يصرح لك شعرك؟ لا دي حاجه بسيطه قوي. ضعيفة زي البيت طويل عريض زي ده لوحدها يجرى ايه لو ربنا يهديك ونتأهل تملاني الوسادة الخالية؟ انني لا لا انا هتجوزك، هتجوزك وانا مغمض العين مسدود الانف والاذن والحنجرة والله معي. رد قلبي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حنف يا ابن بديع الهبلة. دعي عليك، دعي عليك من قلب مؤمن. وانا واحدة مؤمنة، مؤمنة مؤمنة قوي، وشاهد علي أبو خمسة. منك لله، أنا كان مالي ومالي الجواز والنيلة والهباب ده؟ ما أنا كنت قاعدة هالنومة متسدستة على الآخر وبتفرج على التلفزيون وبسمع كوكو واوا كوكو واوا. ماله كوكو واوا؟ ما يا راجل يا غلبان يا عدمان يا ندمان يا كحيان يا تعبان يا اللي من تنبلط السلطان تاكل وتنام. ما قال السنين الطويلة دي فاتحة لك بيتي ومستحملة غلبك، لا تدفع أجرة ولا نفع في بصلة، وآخرتها الواد حرنكش ابني اللي حلت الشاب يا رب يتضرب ويتعور التعور ده كله. أحب أعرفكم من نفسي، أنا شيماء علي، كاتبة عندي موهبة تقليد الفنانين وخصوصا فنانين زمن الفن الجميل. بس أحب قبل ما أكمل أو أدخل في الموضوع أتوجه بتحية خاصة لأسرة برنامج بداية حلم على استضافتهم ليا، وأخص بالشكر دكتورة منى خيري وحضرتك طبعا المهندس أحمد شاكر، بجد لي كل التقدير والاحترام. نكمل موضوعنا، إزاي أنا بدأت الموضوع، موضوع تقليد الفنانين والفكرة جات لي منين؟ كان من حوالي سنة أو سنة ونص كده، كان في ترند شهير جدا كان على التيك توك والإنستا، كان لفنانين كتير جدا وأشخاص كتير جدا، كان بتاع الفنانة العظيمة والقديرة جمالات زايد اللي هو سعيدة يا هوانم. أنا أول ما شفته بصراحة حبيته جدا وقررت بقى أن أنا يعني أمثله، وقد كان مثلته ونزلته على الفيس عندي، وفعلا كان لقى نجاح كبير جدا من كل زمايلي وكل الموجودين. ناس كتيره جدا ما كانتش تعرف ان انا عندي الموهبه دي، بس فعلا كانت هي دي نقطه البدايه ليا. وعملت بقى طبعا حاجات كتيره جدا من ضمنهم للفنانه قديره زينات صدقي، وعملت للاستاذه تحيه كاريوكا، وعملت سونيا سليم بتاع الراقصة والسياسي، وقلت بقى فنانين كتير جدا، وعملت مع ابني، عملت تيك توك بتاع سي السيد وأمينة، وابتديت بعد كده أعمل للفنانة قديرة سناء يونس، عملت كذا حاجة من مسرحية سك على بناتك، وبرضو كان لفوزية وفعلا كان في نجاح كبير لي. كل ده كنت بنزله على تيك توك، بس عاملة صفحة عندي برايفت خاص يعني، لكن كنت بتواصل مع الناس عن طريق الفيسبوك. وبعدين ابتديت عملت صفحة على اليوتيوب، قناة على اليوتيوب، وابتديت انزل عليها بقى كل الشغل بتاعي بقى بس. وبعدين ابتديت ان انا الموضوع يتطور بقى، عملت حاجات للفنانة القديرة برضو سعاد نصر، وعملت للفنانة القديرة عملت فردوس عبد الحميد جزء من مسلسل في المشمش انا وانت وبابا في المشمش، وعملت ادوار كتير جدا، وعملت اعلانات كتير جدا لان انا مغرمة باعلانات الزمن الجميل. عملت من ضمنهم اعلان لبان هارتي وسامبا ولبان السحري،
وايه تاني؟ كل حاجة بقى حضرتك تتخيلها، واميجو بينور، كل حاجة حضرتك تتخيلها عملتها على على قناة اليوتيوب عندي. بنزل طبعا على قصة، وبنزل على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، تمام. ده جزء من الشغل اللي انا بقدمه. بس الموهبة بقى، الموهبة ابتدت عندي من سن 11 او 12 سنة، من وانا في اعدادي، كنت في تانية اعدادي حاجة زي كده، وكنت بروح قصر الثقافة، كنت بعزف هناك على البيانو، وكنت بحاول جاهدة ان انا اتعلم جيتار، لكن للأسف فشلت. لكن كنت بحب العزف جدا على البيانو، وكنت يعني شوية غنى طفيف كده حضرتك. وكان في تمثيل، لكن طبعا ما كنتش متمكنة في التمثيل زي دلوقتي، لكن عندي حب كبير جدا للفن والعزف والتمثيل، لكن دي هواية لا اكتر ولا اقل. يعني حتة الاحتراف يعني مأجلة الموضوع ده دلوقتي حضرتك. فبس، وربنا ان شاء الله بإذن الله يوفقنا، واهو دعواتك بقى ليا ان شاء الله. نشكركم على المتابعة مع عودة مرة أخرى إلى استوديو البرنامج. كان معكم أحمد شكر. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، وبنشكر الباشمهندس أحمد على التقرير الجميل ده، وبننتظركم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم بداية حلم. انتظرونا.